ضيعة، تم تحرير ضيعة أولاد عمر. اسم الضيعة يعني هيك بالكردي، بس معناه بالعربي أولاد عمر. تم بعون الله تحرير الضيعة والحمد لله. هاي أخوكم المجاهد حسن أبو عروض. الحمد لله ونشكر الله تعالى بعد عذاب 3 أيام مشي في الجبال. هاي الأخوة أخواتنا المجاهدين. تكبير الله أكبر. والحمد لله والحمد لله. في إيه؟ الأتراك؟ إيه هن وأبو كمال يمكن تحت. يا رب هو حسن صورني صورة. هاي الأخ المجاهد محمد أبو خالد. الحمد لله تم بعون الله تحرير ضيعة شمال يرجو. اسم الضيعة يعني أولاد عمر بالعربي. والحمد لله بعد عذاب 3 أيام تسلق الجبال الحمد لله وصلناها بخير وسلامة وحررناها.